مرحبا بكم محبي قناة الكابتن لتربية العصافير. قبل أن تشاهد الفيديو أتمنى أن تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وباي باي باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء فيروس كورونا عن مصر وعن جميع دول العالم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي هنجرب وهنتعلم ازاي ندرب طائر المينا او المينا او الياسمين زي ما بيسموه في بعض البلاد العربية، بيسموه طائر الياسمين او طائر المينا او طائر المينا زي ما بيطلق عليه المصريين. طائر جميل جدا ومتكلم، وتوصل فيه التدريب ان هو ايه يتألف مع الانسان ويتكلم بطلاقة سبحان الله تعالى، وممكن هو من ارخص الطيور المتكلمة. طبعا انت عشان تشتري لك ببغاء متكلم عايز لك على اقل ممكن الدرة الهندي مثلا عايز لك 8000، لو جبت درة امريكا او درة هندي وجبت لك جوز وبنتك بعض الكلمات، لكن ده ممكن تدرب ان هو ينطق كلام بس، وهو طبعا الجوز بتاعه يعني في حدود مثلا 400 جنيه او حاجة زي كده، ممكن يرخص شوية او يغلى شوية حسب السوق او حسب سنه كمان وحسب شغله، لكن مهما يكون برضه مش زي مثلا 8000 جنيه زي الدرة مثلا، او ممكن يوصل 30000 جنيه في بعض الببغاوات. انا فضلت النهاردة لما فضيت شوية قلت النهاردة اجازة عندي مش هروح الشغل، فاحاول ندرب طائر المينا. ودي زي ما انتم شايفينها ايه دي انثى، وانا عامل لكم فيديو قبل كده ازاي تفرق بين الذكر والانثى في طائر المينا، برضه هنحطه لكم في النهايه شاشه النهايه كده، لما لما تسمع الفيديو للاخر هتلاقي فيه الفيديوهات اللي انا هحطها لكم، هحط لكم برضه الفرق بين طائر المينا الذكر والانثى. انا فضلت، هو في طريقه كان بعض الاصدقاء بيعملوها في تدريب طائر المينا المتكلم، بحيث ان هو ايه يتعود عليهم، لان هو ده طائر مينا وحشي. يعني ايه وحشي؟ يعني ان هو ايه مصاد من البريه، يعني مش متعود على الانسان، مش لسه ما كناش جايبينه ايه طلع من انتاج حد يعني مربيه عنده، وزغاليل صغيره طالعه منه. عارف انت لو اشتريت زغاليل صغيره ووكلتها انت وطلعت عندك، هي دي تبقى طالعه متعود عليك وممكن هي تبتدي معاها الكلام وتنطقها. لكن دو الجوز دو انا خدته من محل بتاع طيور، وكان يعني ايه سنه يعني مثلا في مرحله ايه الشبابات، يعني مش سنه كبير، يعني تقريبا يمكن 5 شهور او حاجه زي كده. فحتى ملاحظين ان لما امسك الذكر هتلاقوا الصفار اللي هو اللي عند العين ده في الذكر ابتدى يصفر، لان هو الذكر لما يكون كبير بيبقى اللون اصفر خالص، لكن النتايج بتبقى يعني فيها بهتان شويه مش مصفره قوي. انا زي ما قلت لكم ابتديت ان انا امسك الطائر، ما رضيتش ان انا اختار طريقه التجويع، ان انا اجوع الطائر وبعد كده احط له الاكل على ايدي بحيث ان هو ايه طبعا جعان وهيموت وعايز ياكل، فبيبتدي يخطف الاكل من ايدي او ينزل على ايدي. لا، انا قلت استنى نجرب الطريقه اللي هي ايه، ان انا امسك زي ما انتم شايفين امسك الفرد زي كده واحاول ان انا احسسه بالامان. زي ما انتم شايفين ده الذكر ابتدت عينه حوالين عينه ابتدى انتم ملاحظين الاصفرار ابتدى يصفر. لاحظت ان انا بقيت لما مسكته برضو حسسته بالامان، وقعدت العب في ريشه زي كده وفردت جناحه عشان اطمن على الريش بتاعه ما فيهوش اي امراض، خصوصا ان هو لما حركته سريعه جدا وبيتحرك بطريقه غريبه في السرعه كبيره، فشعر ريشه بيتجصف، لان هو طبعا هي لسه متعودش علينا. احنا جايبينه تقريبا يمكن اديله شهر او شهرين مش فاكر بالظبط، لكن ده انتوا لاحظتوا حوالين العين اللي هي الحته اللي عامله زي المثلث دي ابتدت تصفر، اللي هي دي الذكر ابتدى يعني يكبر سنه عن ما جبناه. ابتديت انا زي ما انتوا شايفين مسكت في ايده وحاولت ان انا امسد له في دماغه او احك له في دماغه، لان هي الطيور بتحس بالالفه لما انت تملس او تحط او تمشي ايدك على ايديهم
على جسمهم يعني، او خصوصا الرقبه والراس، وتحك لهم في رقبتهم وراسهم. وانتم حتى الناس اللي بتربي طيور بتعرف ان هي ايه، ان الحته دي بيحبوها هم البعض، يقعدوا الطيور يمسدوا لبعض وتلاقوهم يحكوا لبعض ويسلوا بعض. دي من الحياه اللي هي ايه بتدل بالنسبه لهم على الالفه وارتخاء الاعصاب والهدوء بالنسبه لهم، ان هم ايه لما بيحصل كده بيبقى في قمه ايه الراحه النفسيه وفي قمه ايه السعاده مع بعضهم. فانا مسكتهم وزي ما انتوا شفتوا وقعدت امسد لهم واحك لهم في دماغهم وبتعدن، وبعدين ايه قلت اسيبهم بقى ايه ينطلقوا طيران، عشان الطيور المنة دي بتحب اللي هي ايه المكان الواسع والفسيح. ولذلك انا جايب لهم قفص كوكتيل، يعني لو عندي مكان اكبر من كده كنت جبت لهم ايه اكبر من مكان قفص كوكتيل، كنت عملت لهم عشه كبيره، لان هم ايه بيحبوا الحركه بطريقه غريبه. يعني من الطيور اللي انا ربيتها اللي هي سريعه الحركه وما بتقعدش على حالها ابدا في القفص، اللي هي طائر المينا، وزيها زي طيور الزبرة او عصفور الزبرة برضو، ده سريع جدا وحركته سريعة جدا، هو عصفور صغير ولذلك تلاقيه زي اللي بيتحرك برضو بسرعة جامدة جدا، لكن ما بيحصلوش حاجة لان هو خفيف الوزن. لكن ده مع حركته الشديدة جوه لما يكون خايف ده ممكن يعني يتعور، لان انا مرة كنت حاولت ان انا امسكهم، او انتوا كان تقريبا مصورين حتة المسك دي وانا بمسكهم، تلاقيه بيتحرك بطريقة غريبة انه ممكن يخبط نفسه في القفص من هنا لهنا، وان هو وزنه برضه تقيل فممكن يتعور، مرة اتعور منه برضه في رجله من كتر الحركة. فانا بحاذر خالص وانا باجي اوكلهم، او لان هم لسه متعودوش علينا بحذر ان انا ما اخليهمش يفطروا كتير بهدوء كده، على اساس لحسن ما يتعوروش تاني. فانا برضو ابتدينا نطلقهم في المكان او نسيبهم في المكان بحيث ان هم يحركوا جناحاتهم ويتحركوا اكتر، وسبت الفرديه الجوز والذكر مع بعض. انتم ملاحظين وهو ماشي ابتدى يتشنجل، لان ابتدت ضوافره تكبر شويه عن الاول. كان في الاول ضوافره صغننه، دلوقتي ضوافره كبرت فبقت تشبك في الستاره. وكمان هو لاحظ ان هي خضره، يمكن يفتكرها زي نوع من الزروع او حاجه، فابتدى ينجد فيها او هو اتغاظ منها، يقول لها انت بتشبك في رجلي، طب والله لا عضك. فسبحان الله وله في ذلك يا شؤون. الطيور دي يعني أمم زي الإنسان يعني، فربنا ذكر سبحانه وتعالى في الطيور إن دي ولا طير، سبحانه وتعالى قال ولا طير يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحانه وتعالى الخالق، يعني ما تفكرش إن هو الإنسان دي هو مثلا شعب لوحده أو أمة لوحدها، لا ده الطير برضو أمم، والنمل أمم، وكل مخلوقات الله والنحل أمم، وكل مخلوقات الله كلها ايه أمم، يعني زي ايه يعني شعوب مثلا. وكل شيء سبحانه وتعالى يسبحه بحمد، يعني الطيور دي ما تفكرش ان هي ما بتسبحش لربنا، لكن انت مش بتفقه التسبيح ليها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون لا تفقهون تسبيحهم، يعني انت مش فاكر ان الطير دو، لا ده الطير ده بيسبح لربنا اكتر منك، اكتر يمكن من الانسان بيسبح لربنا، والجماد والحيوان ولان ربنا ما خصصش حاجه معينه، قال ان من شيء، وشيء دي تطلق على الجماد والحيوان والانسان، وان من شيء الا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله تربيه الطيور دي من الحياه الجميله جدا اللي انا بعشقها، ان انا ممكن اقعد سبحان الله اقعد جنب الطيور ممكن 3 ساعات ما احسش بنفسي، ان انا استمتع بقدره ربنا الخالق العظيم سبحانه وتعالى في الطيور دي وجمالها وتعلمها ان هي تقلد الانسان، او كمان تعاملها مع بعضها والرومانسيه اللي بينهم وبين بعض.
والتآلف والحب اللي بينهم وبين بعض، وخصوصا في بعض الطيور اللي هي زي طيور اللاف بورد. اللاف بورد اللي هي ايه؟ طيور الحب، ولذلك سماها لاف بورد، اللي هي طيور الحب، اللي هي زي الروز. الروز ده من الطيور اللي انا يمكن اكتر حاجه مربيها لان بعشقها، هي والاسترالي، لان فيها تحس كده انك انت وانت بتتفرج عليهم انك انت قاعد جنب اتنين بيعشقوا بعض او بيحبوا بعض، او قدام فيلم كده واحد واحدة بيحبوا بعض، فانت بتحب يعني تتفرج على الفيلم ده كده، يدي لك جاذبية، يشوف الحبيب والحبيبة مع بعضهم هيعملوا ايه. فسبحان الله برضو، فده يعني اللي عايز يرتاح نفسيا يعشق الطيور دي ويقعد ايه يتفرج عليها فترات، ويذكر الله سبحانه وتعالى. اهم حاجة انك انت تطلع بذكر الله سبحانه وتعالى وتقول سبحان الخالق العظيم الذي خلق كل شيء فقدره وهذا. انتوا زي ما شايفين هنترككم احنا انكم انتوا تشاهدوا الفيديو، ان احنا زي ما قلت لكم انا سيبناهم يطيروا كده في مع نفسهم كده في الغرفه، بحيث ان هو ايه يحاول يتعود علينا، وتحاول يتعود على الاصوات، وتحاول يتعود على المكان. وان شاء الله هنواليكم في فيديوهات اخرى لغايه ما نوصل بهذا الطائر باذن الله الجميل، طائر المينا والياسمين، ان هو ايه ان ننده عليه باذن الله يجي على ايدينا، وان شاء الله كمان المرحله اللي بعديها باذن الله سوف نوليكم بفيديو اخر ان شاء الله لما نوصله ان هو ينطق وربنا يكرمنا. انا عايز اطلع من نفسي اطلع منهم جوز ان هم يبيضوا عنده ويفجسوا، بحيث ان انا اخد ولادهم واكلهم تاكيل يدوي، لان طبعا متعه تربيه الطيور ومتعه التربيه في التاكيل اليدوي. لما تاكل عصفور تاكيل يدوي مهما كان نوعه او شراسته او بتاع، بيعتبرك اب وام ليه. انتوا لاحظين اللقطه اللي صورته لكم وهو طاير، سبحان الله جميل جدا، وتحس ان هو طاير كده لان هو في جناحه ريش ابيض، فتحس زي مروحه كده بتفرفر وهو طاير جميل. فبقول لكم طاير المينا ده ان شاء الله باذن الله هنحاول نوليكم بفيديوهات اخرى ايه لغايه ما نوصله في النطق في الكلام، بس انتوا دعمونا باللايك يا جماعه. اللايك انا ملاحظ ان محدش بيقعد يدوس على اللايك، مش عارف ليه، ما كله بيكتب تعليق، اللايك اسرع من التعليق. فيا ريت تدوسوا لنا على اللايك، وكمان اللي ما اشتركش في القناه ولسه بيتفرج علينا يتفرج علينا ويشترك في القناه ويدعمنا بشير ولايك. يشير الفيديو اللي هي العلامه اللي زي السهم، ممكن ايه حد يدوس عليها ويشيرها مثلا ايه على الفيسبوك، يشيرها على الواتس، او اي حاجه، بحيث ان هو ايه ينشر لنا الفيديو. وجزاكم الله خيرا، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنسيب لكم الحتة دي عشان جميلة، واحنا ايه طار المينا وقف بعد ما ارهق من الطيران، ووقف على لعبة من العاب بنتنا الصغنطوطة، فقلنا ان ايه نصور الحتة اللي هي الجميلة دي بحيث تستمتع وهو واقف، لانه صعب انك انت تصور طائر المينا عن قرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.